ضمن مساحتنا الصباحية لليوم موضوع كثير مهم لكل الشباب اللي عم يتابعونا ودائما نطرحه برحلتنا الصباحية. سلمى، سوق العمل قديش مهم اليوم، تهيئة الشباب لسوق العمل، اندماجهم يمكن التشاركية مع بعض الجمعيات والمؤسسات، قديش في تكون عملية تشبيك لكل شاب فعلا يقدر يلاقي الفرصة المناسبة ويقدر يحقق هدفه بالحياة. أكيد نور، وضمن طبعا شهر الموارد البشرية أقامت جمعية إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية مركز شباب دمشق ورشات مجانية بمختلف المجالات لتقدم طبعا من خلالها نصائح متعددة للشباب. رح نتعرف اليوم شو قدمت هي طبعا الدورات للشباب، كيف ممكن الشباب يقدموا السي في تبعهم وغيرها من التفاصيل اللي كتير كل المقبلين حاليا على سوق العمل بيكون في عندهم استفسارات حولها. كل هذا الشيء رح نطرحه مع ضيفنا لليوم الرئيس جمعية إدارة الموارد البشرية دكتور منير عباس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور منير. صباح الخيرات، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله نكون مفيدين بهالفقرة هي. هذا الموضوع دكتور بهم كل الشباب اللي عم يتابعونا، ولما نقول سوق العمل ضمن الظروف الصحية اليوم وجائحة كورونا قديش فعلا تأثر سوق العمل وصار مختلف عن سابقا، كيف فينا نهيئ الشباب فعلا للاندماج بسوق العمل، كيف يكون في عملية تشبيك لتأمين فرص العمل. خلينا بالبداية نحكي عن الورشات المجانية اللي قمتوا فيها. أول شيء هو جمعية إدارة الموارد البشرية، جمعية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من 2007 موجودين على الأرض. عمر الجمعية إن شاء الله ب 14/1/2021 رح يكون 14 سنة من الإنجازات. شهر الموارد البشرية هو عبارة عن نشاط أساسي للجمعية، صرنا 14 سنة بنعمله، هي السنة 14. هو عبارة عن شهر مجانا يعطى فيه كل شيء محاور إدارة الموارد البشرية مع مهارات دخول لسوق العمل. يعني أعطي خلال شهر من 10/11 حتى 10/12 أعطي 22 ورشة. الشيء اللي بيميز هذا الشهر انه اللي بيعطوكي هو ما انه الناس هوات ابدا، كله مدراء شركات. فهو عباره عن مزج للخبره العمليه وكل مدير شركه او مدير موارد بشريه داخل شركه هو عم يحكي عن فرص عمل حقيقيه للشباب. يعني ما لنا جايبين مدربين يقولوا سوق العمل هيك شكله وسوق العمل بيستوعب، نحن جايبين اشخاص هن نفسهم اصحاب الوجع انه شو المهارات اللي بدهم اياها من الداخل لسوق العمل. بنفس الوقت عم يقدر يتحقق اللقاء المباشر بين الباحث عن عمل وبين المدير اللي هو بيعتبره بالنسبه له ما عم يشوفه نهائيا وما عم يعرف شو هي المهارات اللي بده اياها. ف22 ورشه هي عباره عن 22 موضوع، كل واحدة منهم كانت بمثابه مقدمه او ملخص عن هذا الموضوع. هذا الشيء كل ورشه منه ممكن يكون برنامج تدريبي يتعدى الخمس ايام او ست ايام. هذا النشاط اللي احنا عملناه دائما فيه له عباره عن متابعه وقياس للاثر. قياس الاثر بالنسبه لهذا الموضوع انه نحن بنشوف كم حدا قدر يفوت على سوق العمل من خلال هذا النوع من الترويج من الورشات العمل. نحن بعد ثلاث شهور بنضل عم نتابع مع المدراء اللي اعطوا ونحن بعثنا لهم سي فيات للاشخاص لحتى يقيسوا هذا الاثر. فخلال ثلاث شهور ممكن يكون اذا ان شاء الله في عندنا لقاء ثاني بنقلكم قسنا الاثر وقديش اثر هذا الشهر الموارد البشريه على تحريك سوق العمل. وشغلة تانية كتير حابب أقولها للمتابعين، في أن إحنا عاملين منصة توظيف مجانية للجمعية اسمها jobgate.sy، بيحط الباحث عن عمل حتى على تطبيق كمان على الموبايلات أندرويد. مجرد أنه حط التطبيق دخل معلومات وصار هو جوات المنصة. داخل هالمنصة في أكثر من 180 فرصة وظيفية دائما متجددة، يعني هدول هلأ حاليا موجودين، هدول موجودين لكبرى الشركات. وهلأ في برنامج جديد نحن طارحينه هو برامج التدريب داخل سوق العمل. يعني نحن بالتعاون مع منظمة دولية نحن بتدرب الباحث عن عمل داخل المنظمة، نحن بندفع المصاري تبع التدريب تبعته، بيكون واجب المنظمة فقط تدربه. إذا حبت المنظمة أنه هذا الشخص كان مرشح جيد وكفؤ وهذا الشخص اللي عم تدور عليه بتوظفه. يعني نحن عم ندخل مفهوم جديد للتوظيف وهو التدريب الذي يؤدي للتوظيف وليس التوظيف المباشر. لأنه بتعرفي أنت كثير أحيانا بنقدم على الشركة ما بتطلع هي الشركة اللي عم نحلم فيها، وبنفس الوقت من وجهة نظر الشركة ما بيطلع هذا الكانديديت أو الشخص اللي عم تدور عليه. ففي في فترة اختبار هي اختبار أخطر فترة، نحن عم نحاول نمولها عن طريق مساعدة المنظمة الدولية. وإن شاء الله بس يكون الموضوع مستقر بواحد واحد ممكن نكون ضيف عنكم بإحدى الحلقات ونحكي عن المشروع. أكيد. لأنه لأول مرة بسوريا بنطرح هذا المشروع. ويمكن يعني الاستثمار بتنمية الفرد هو أهم استثمار حاليا، وبيجي ضمن شيء اسمه التنمية المستدامة، لأنت عم تستثمر بإنسان فهو حيعطي ويعطي اللي قدامه واللي جنبه، وبالتالي رح تنتقل هاي المعرفة للجميع. هاي الفكرة اللي
حكيت عنها كثير من الناس تسعى لها، انه بتتمنى انه انا عندي خبرات اكاديميه حابب طورها من خلال انها تقترن بعمل، جربوني. في كثير ناس تقول جربوني، اذا لقيتوني جيد خلوني استمر. فاليوم هاي التجربه جايه ماجوره من قبلكم، هذا شيء كثير مهم حاليا انه نلاقي منه بسوريا. هي تجربه عالميه حقيقه انها تطبق عنا، هذا شيء كثير مهم وراح يكون له فوائد. ولكن اليوم بهي الورشات، اليوم الشباب كتير موجود بسوق العمل هلأ، موجود حتى أو ورشات عم تنعمل لتقديم السي في، لكن تختلف. هل فعلا نحن اليوم لما عم نفوت هالطالب أو الساعي إلى العمل عم نعطيه الأساسيات اللي هو لازم ياخدها ليدخل على سوق العمل أو لا؟ طبعا هلأ بدي نوه على موضوع كيف تكتب السيرة الذاتية. هذا الموضوع كتير في ناس دخلوا على هذا الخط تماما وبيعطوك كيف تكتب السيرة الذاتية، ولكن هن أشخاص هن نفسهم ما أنهم موظفين. عرفتي كيف؟ يعني عبارة عن بعض المراجع أخذوها هيك بتكتب نموذج معين، بتلاقي الكل بيطبق على أساسه دون معرفة. السر بالسيرة الذاتية أنك تعرفي شو تتضمن. يعني هي عبارة عن مثلا هن في مفهوم غلط انه بيقول لك بكتب سيرة ذاتية وبقدمها لكل الجهات، كل جهة بدك تقدميها بدك تفصلي لها سيرة ذاتية على قياس الهدف الوظيفي تبعه، فما في شيء اسمه سيرة ذاتية بتشتغل على كل المحطات. فوقت واحد بيعطيكي من خبرة عمل كيف تكتبي السيرة الذاتية بيكون عم يلخص لك تماما كل عبارة تنكتب فيها شو بتجيب لك نتيجة. فأنا بحل يعني هي عبارات تكتب وهي عبارة عن شيء تقنية عالية المستوى، وما بتخلصي كتابة سيرة ذاتية مجرد انك توظفتي، لانه نحن مثلا حتى نهاية عمرنا الانتاجي بنكتب سيرة ذاتية. مثلا نحن كدكاترة بدي اطلع احضر مؤتمر بطلب سيرة ذاتية، بدي شارك باعداد اي بحث بدون سيرة ذاتية، بدي اعمل اي شيء خارج نطاق وظيفتي كمان بده سيرة ذاتية. فالسيرة الذاتية عبارة عن الهوية لدخول سوق العمل، ويجب ان تعطى من شخص خبير في سوق العمل. فانا بشوف كثير بيقولوا لنا دكتور اخذنا هاي السيرة الذاتية من قبل، بس مو هيك كانوا عم يقولوا لنا. يعني هذا الشيء انا كثير بعتب على الاشخاص المدربين اللي فاتوا على خط السيرة الذاتية. حرام نعطي معلومات نظرية بهذا الموضوع. أحيانا صفحة واحدة بالسيرة الذاتية ممكن تكون وسيلة دخولك لسوق العمل، وأحيانا السيرة الذاتية اللي بيعطوها أنه في عليها ديكور وألوان هي ما بتجيب لك نتيجة أبدا. ونحن غير هيك حطينا على مواقع الجمعية قالب للسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وباللغة العربية بمتناول يد أي شخص حابب يكتب السيرة الذاتية، بس يدخل معلوماته محل المعلومات اللي موجودة، يسأل بعض الأسئلة اللي ممكن كيف يرتب هاي المعلومات وصارت متوفرة. ويعرفوا دائما أنه في شيء اسمه هاي الورقة لازم تنكتب باحترافية، لأنه هي عبارة عن أول ورقة تعارف بينه وبين المنظمة. إذا ما أعجبوا فيها خلال 10 ثواني لـ30 ثانية في كتير سيارة ذاتية ممكن تحل محلها. أحيانا بتلاقي في كتير ناس كانديدات هي المناسبة 100% بس ظلمت حالها بكتابة السيرة الذاتية، ما شافتها الشركة نهائيا. وهذا الشيء بلمسه أنا بسوق العمل دائما، اللي قدمنا عندكم بس ما قابلتوني، وأنا بتطلع بقول يا الله كيف ضيعنا نحن هذا الشخص قيمة مضافة، كيف يعني مرق لعنا وما قابلنا. بتكون سيرته الذاتية ضعيفة، يعني ما أنا عارفان يكتبها، بينما لو الشخص هو نفسه عارف يكتبها باحترافية كان أكيد حصل على مكانه. وبدي كمان يا ريت أقدر نوع عن شغلة، في فرص عمل كتير حقيقة. ما أنا عم بعطي هالشيء هاد مشان أعطي جرعة تفاؤل. في كتير من الناس هي نقطة مهمة، في كتير من الناس عم يتابعونا يقولك ما في فرص عمل. أنا هلا باخذ هنا مواقع فوتو على جاب جيت، يعني هلا نحن مثلا بدنا 12 محاسب، أوكي؟ يعني هلا إذا محاسبين عم يسمعونا يقدموا على جاب جيت بدنا 12 محاسب، واللي قدموا عنا 4 من يعني عرفتي كيف؟ فقط. يعني مثلا في شوية جهد هو على الباحث عن عمل، كأنه هيك شوي تكاسل بالبحث عن عمل وبحث بأول موقع ما لقى فرص عمل فبلش يعطي تعميمات إنه ما في عمل. الباحث عن عمل هو تقنية. مثلا إحنا في واحدة من الورشات عمل أعطيناها هي كيف تبحث عن عمل. يعني صارت بهالأيام الباحث عن عمل هو عمل بحد ذاته. صحيح. يعني أنت بدك تفوتي على مواقع توظيف، بدك تفوتي على شبكات مجموعات مغلقة على وظائف، بدك تعممي. وصار هلا البحث عن عمل متناول يد أي إنسان، يعني أي واحد بيفوت على المواقع الافتراضية ومناسب جدا للفترة اللي احنا موجودين فيها. فقضي وقتك بشكل كتير مفيد، ابحث عن عمل بشكل جيد. وغير هيك مثلا كلياتنا منتخرج من الجامعة بدنا وظيفة مكتبية، نقعد ورا كرسي، بدنا مكتب ولابتوب جنبنا، مو هيك بداية الدخول لسوق العمل أبدا. واللي بيدخل بهالطريقة هي صعب كتير يلاقي تطور وظيفي. هي نقطة كتير مهمة دكتور، لما الواحد يكون مهيئ نفسه لفرصة عمل ضمن إطار مثلا معين، لأنه أساسا مثل ما قلنا ما في خبرة عملية. فهذا بسألك عنه ضمن ورشات العمل اللي أقمتوها الورشات المجانية،
بيكون الطالب او السعي للعمل هو اساسا عنده دراسه اكاديميه فكله نظري، كيف من خلال هالورشات انا فيني يمكن اقدم له الشيء العملي لحتى ما يعني انا اتبرمج على وظيفه معينه يكون مهيئه لنفسي؟ لا، في ظروف معينه لازم تكون، في يمكن بعض العوامل العمليه لازم تكون مهيئه لان اعرف شو هي الوظيفه المناسبه ضمن هيدا المجال. 100% هي ميزه شهر الموارد البشريه انه ما هو نظري. اول شيء وقت سميناه ورشه عمل هي بتفرق عن محاضرة تماما، فورشة العمل فيها عملي، يعني مثلا انا عم نكتب السيرة الذاتية، الكل معه ورقة، الكل عم يتابع، الكل عم يكتب سيرته الذاتية، طلعنا كتبوا السيرة الذاتية، بعد ورشتي بعثوا لي على الايميل صلحت لهم اياها، صار معه سيرة ذاتية. عم نعمل مقابلة العمل، كلياتها جروبات عم نقابلهم مقابلة عمل حقيقية، عم نعمل البحث عن فرص وظيفية، عم يفوت على المواقع وعم يبحث قدامنا، عم يعرف وين المواقع، فهي ورشة عمل بمجرد انه قاعد عم يطبق عملي جوات الورشة. غير هيك طبعا الناس المدربين اللي عندنا هن مانو الناس نظريين، يمكن البعض منهم ما عنده تقنية مثلا المحاضرة، بالعكس عنده تقنية ورشة العمل. كل اللي اجوا يعني كلياتهم انه تفضلوا شو عم تعملوا هلا، احملوا حالكم، افتحوا الاوراق، اعملوا هيك، اعملوا الجروبات، قاعدين عم يعطون عمل. فهي هي الفرق بين محاضرة وورشة عمل. غير هيك مجرد اطلاع سوق العمل، يعني انا اللي قصدناه بشهر الموارد البشرية انه جبنا المدراء يشوفوا شو في بسوق العمل موجود حاليا ويشوفوا وجع الباحث عن عمل، وجبنا هدول الاشخاص اللي هن الباحثين عن عمل واكثريتهم كانوا فريش جراديويت، يعني ناس مثلا عندها بداية احباط انه ما في فرصة وظيفية، فشافوا هدول الاشخاص اول شيء قدموا لهم اياه فرصة تدريب عندهم، يعني هلا الشيء اللي كانوا عم يحلموا فيه، ويبعثوا سيفياتهم اللي هي كانت منقوصة كثير، ان شاء الله تعدلت صارت افضل. يعني تصوري انت مثلا كانوا يبعثوا سيفياتهم ما حدا يتواصل معهم، في كثير اشخاص مثلا صارت تبعث سيفياتها بعد 3 ايام تواصلوا معهم، يعني في شيء كان غلط عم ينعمل بالسيرة الذاتية، يعني انه جاب نتيجه خلال 3 ايام صار في اجاني اول اتصال. وطبعا بتعرفوا في نسب عالميه من بين 20 واحد بيتصل فيك ممكن تحصل مقابله عمل واحده، يعني هي احصائيات، ممكن واحد يتصل فيك وفرصه عمل حقيقيه، وممكن يكون الواحد يعني حظه حلو ومأهل حاله بشكل جيد جدا فممكن يحصل فرصه. كمان بدي اعطي تنويه انه ما في حدا صاحب عمل بيترك موظف جيد، لا يمكن، يعني نحن بنبحث عنهم اكثر ما هن بيبحثوا عنا، عرفتي؟ يعني نحن بنتمنى انه يجينا الكانديديت الجيد، وبتعرفي انت البروسيس تبع التوظيف مكلف ومقابله عمل وفرز لجان وبتكون متفرغه، فاذا بيجينا الشخص المناسب من اول مقابله كثير رائع هذا الشيء. فيعني نحن بنحاول نزرع ثقافه الدخول لسوق العمل مشان نهون على حالنا، نهون على باحث العمل، يعني هي لصالح الطرفين، ما هي بس مسؤوليه مجتمعيه. وغير هيك ميزتها انه هي مجانا وتطوعيا، وهي الاشخاص انا بوجه من منبركم تحيه كثير كبيره لكل مدرب درب معنا اخذ اجازه من شغله واجى عطى وقت 3 ساعات و4 ساعات لبوني كلياتهم، وقلت لهم راح اتشكركم. بالعكس احنا اذا بتلاحظوا صفحه الفيسبوك تبع الجمعيه بنحط الانجازات والصور وليس تباهي، ولكن نوع من انه الشخص اللي ما عمل مسؤوليته المجتمعيه ياخذ بالعدوى تماما انه في مدير ووقته كثير مشغول فرغ هذا الوقت وعطى مسؤوليته المجتمعيه لشباب بلده. اكيد يعني نحن بدنا نضم صوتنا لصوتك ونقول لهم شكرا كثير، ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لوجودك. شكرا لكم واعياد مجيده وكل عام وانتم بألف خير. شكرا لك دكتور منير عباس رئيس جمعيه الموارد البشريه على وجودك معنا، ونوجه تحيه لكل العاملين معكم عم تقوموا بجهد جبار، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. الله يعافيك. شكرا لكم.